قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها حققت في مقتل وإصابة 1237 مدنية بينهم نساء وأطفال خلال العام الفائت. وقالت اللجنة في بيان لها أنها حققت في 2842 واقعة انتهاك تضرر فيها 4096 ضحية، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل الميليشيات الحوثية. ووثقت اللجنة سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلة، كما رصدت 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب. كما وثقت اللجنة 23 عينا أثريا ودينية. ورصدت اللجنة 15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، وكذا تدمير 17 مدرسة للأطفال. كما وثقت 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15. كما وثقت اللجنة تفجير 60 منزلا وتهجير 106 حالة، ورصدت 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، فيما استمعت إلى 8526 شاهد ومبلغ وضحية. وأشارت اللجنة إلى أنها نفذت 15 نزولا ميدانيا إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء السكنية. كما عبرت اللجنة عن إدانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية. وأشارت لجنة التحقيق إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.